بس فرق سهل بقى شوف ما تتكلمش دي حاله او اثنين هو بيتكلم انا ما بتكلمش هو بيتكلم بيتكلم على الناس يعني الرعايه الدوله نفسهم لو هو يقدر يوفر رحله نقول له احنا السفاره بيسالوا معاك السفاره نفسها ما في علاقات عامله في السفاره انا اقصد بيخدم ايه السفاره انا هتبقى دعوه شخصيه ليه هو يعني انا عايز اقول له الدعوه شخصيه وانت بما انك انت مسؤول عن البلد بتاعتك لو عندك حد عايز يجي يسهل له الحجز يفهمه انه يدعي ناس موظف السفاره في اجانب جايه نلاقي 300,000 هي دي اللي هتعمل شكل الاحتفاليه قد موظف السفاره اللي اتعملناها ما كانش فيها اجانب كتير لو الناس تردد بقى نتيجه الدعاوي هيبقى جابت مطلوب.